خلينا طب نروح نعرف اخبار البعثه المصريه في دوره الالعاب الاولمبيه من المهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنه الاولمبيه. ازي حضرتك يا فندم؟ واولا اسفين ان احنا صحينا حضرتك، انا عارف ان الساعه 5 ولا 5 ونص الصبح في اليابان، وبالتالي انا يعني اولا اسفين، وثانيا بشكر حضرتك على وجودك معانا. الله يخليك، صباح الخير للشعب المصري كله، والف مبروك لمصر الميداليتين بتوع امبارح، بتوع هدايا ملاك وسيف عيسى. سيف عيسى، طيب خلينا نبدا باخبار البعثه يا فندم بشكل عام، والناس كلها كانت مبسوطه جدا جدا امبارح بالميداليتين سواء هدايا او سيف، ولكن هل من المتوقع، انا عارف ان حضراتكم عندكم توقعات جيده خلال الفتره القادمه، هل من المتوقع ان تحدث اي امور اخرى من ناحيه الميداليات طبعا. يعني؟ طبعا طبعا، احنا مصر بلد كبيره، احنا حطينا اهداف واضحه لنفسنا، اكبر عدد من لاعبين اللاعبات وبتحقق 133 لاعب لعبه، تأهلوا اكبر في تاريخ مصر في تاريخها الاولمبي افريقيا ومصريا وكل حاجه، اكبر عدد من اللاعبات 23 لعبه اولمبيه، عايزين نحطم الرقم اللي هو اكبر عدد من الميداليات في دوره واحده اللي هو خمسه، اللي هو اتحقق في 28 امستردام و36 برلين واخر مره في اثينا 2004. ده اهداف احنا حاطينها لنفسنا، انما الرياضه ما فيهاش كبير الحقيقه، دي كلها امنيات الحقيقه، انما ماشيين عليها بشكل جيد. التحقيق كان ممكن يبقى سهل جدا لولا ايقاف رفع الاثقال سنتين، اللي كان في ميداليتين مضمونتين الحقيقه لمحمد ايهاب وساره سمير، لعبه رقميه واضحه وصريحه الحقيقه. فده كان يؤدي الحقيقه اللي احنا قلناه قبل السفر، ان احنا المنطق بيقول ان احنا نجيب من ثلاث الى اربع ميداليات، لو عملنا اكتر من كده والتوفيق كبير عند ربنا، اقل من كده مش هنبقى قاضيين على نفسنا. احنا حققنا اثنين دلوقتي، لسه عندنا القوه الضربه بتاعتنا في نهايه الاولمبياد في اخر ثلاث اربع ايام، ودي جايه في الكاراتيه والمصارعه والخماسي الحديث. الكاراتيه عندنا ثلاث فرص الحقيقه، علي الصاوي وجانا فاروق وفريال اشرف، عندنا في المصارعه كيشو وعبد اللطيف منيع، عندنا في الخماسي الحديث احمد اشرف او احمد اسامه الجندي، عندنا فرص حقيقه جيده، عندنا برضه فرص قادمه ايهاب عبد الرحمن لو جاب ارقامه هيبقى منافس، عرابي القرعه كويسه الحمد لله هيبدا النهارده ب بطل انجلترا في دور 16، لو كسب وكسب الماتش اللي بعديه هيضمن لنا ميداليا برضه. عندنا فرص، عندنا الفروسيه لسه واصل امبارح برضه فرص، وده بقى سريع الحقيقه. كل ده يؤدي ان احنا ان شاء الله ان شاء الله نتمنى ان طوكيو تبقى وش السعد، ونقدر نكسر رقم خمسه ونحقق لمصر حاجه كويسه ان شاء الله. باشمهندس، برضه خلال الفترة السابقة كان دايما الكلام على ان هل كان الاعداد جيد عشان نصعد بهذا الشكل؟ يعني احنا عارفين طبعا ان كان الفترة اللي فاتت كان فيها كورونا وفيها مشاكل كثيرة جدا جدا تخص هذا الوضع مش في مصر بس ولكن في العالم كله. هل بتعتبر اللي احنا بنعمله ده انجاز جيد؟ طبعا في الظروف اللي موجودة انجاز اكثر من رائع، لما تحقق اهدافك كلها خلاص في ظروف صعبة زي الكورونا، بس انا بقول دي شماعه الكورونا يعني المفروض احطها كده على جنب. أيوة فندم. انها اثرت على العالم كله، على 206 دوله كلهم بالظبط، مش كل واحد زي الثاني بالظبط. يعني اوروبا كان عندها ميزه انهم بيقدروا يلعبوا مع بعضيهم داخليا، احنا كنا منعزلين في العاب كتير زي العاب النزال تحديدا اللي محتاجه احتكاك، ما كناش قادرين نسافر عشان نحتك، معسكرات بتتلغي، بطولات دوليه بتتلغي، بس دي ظروف على العالم كله الحقيقه، مش هستعملها كحجه على الاطلاق. عندنا ظرف اخر برضو مأثر شويه علينا، هو الظرف بتاع فرق التوقيت. التوقيت ده عامل يعني بعض المشاكل الخفيفه كده عندنا، لان ظروف طوكيو المره دي انك ما تجيش غير قبليها بخمس ايام ويوم زياده لو انت اكتر من ست ساعات، وفرق سبع ساعات الحقيقه تأقلم بيبقى يعني مختلف من بني ادم لبني ادم، بيبقى محتاج اعتقد اسبوع او اكتر كمان. طبعا كل ساعة فرق توقيت بتحتاج يوم كامل، يعني الحد الأدنى خلاص هو 7 إلى 8 أيام موجود قبليها. أيوه. طب ليه حضراتكم ما اتكلمتوش مع يعني كلجنة مصرية أولمبية، ما اتكلمتوش ليه مع اللجنة الأولمبية اليابانية على هذا الموضوع؟ يعني ده شيء علمي وإحنا كلنا عارفينه، إن أنت لازم على الأقل يا إما تيجي قبل المباراة بيوم واحد يا إما تيجي قبلها بأسبوع أو 10 أيام. كل الدول اتكلمت الحقيقة. أيوه. لظروف الكورونا حماية للاعبين وحماية للشعب الياباني كمان، ده كان قرار اللجنة الدولية مع اللجنة المنظمة في اليابان،
ان 5 ايام فقط قبل المنافسات، واللي يخرج في خلال 48 ساعه يكون مغادر اليابان. دي قرارات ماشيه على الكل، ايوه نحترمها وخلاص، يعني امر واقع. طبعا. طيب كرة القدم بكرة إن شاء الله ربنا يكرمنا في مع منتخب أستراليا، رأي حضرتك في أداء منتخبنا الأولمبي لكرة القدم؟ رأيي إن كابتن شوقي غريب الحقيقة بيلعب بشكل منطقي جدا. مباراة أسبانيا يعني خدنا اللي إحنا عايزينه منها، اللي هي نقطة. مباراة الأرجنتين الحقيقة يعني في التحفظ كان زيادة شوية، الأرجنتين مش بالقوة الكبارة اللي إحنا كنا متخيلينها الحقيقة، بالذات بعد هزيمتها من أستراليا. برضه لو كنا خرجنا النقطة الحقيقة كنا ماشيين في الطريق الصحيح، إنما اتخطف منا الفوز الحقيقة في اللحظات الأخيرة. المهم إن فرصنا لا زالت موجودة، وإن الفوز على أستراليا إن شاء الله يكون كافي لصعودنا للدور الثاني. الفوز بأكثر من هدف يطمننا 100%. نتمنى إن أولادنا يكونوا رجالة ويقدروا يعملوا، وانا متاكد انهم هيبذلوا اقصى ما عندهم للوصول ان شاء الله. يمكن النقطه الغير ايجابيه شويه اللي انت قلت عليها برضه، ان منتخبنا هو المنتخب الوحيد الذي لم يحرز اي هدف، لم يحرز اي هدف حتى الان. مظبوط. بالضبط، ال 16 فريق الموجودين. دي برضه يعني محتاجه تتغير، محتاج يبقى عندنا جرأه هجوميه شويه. بالظبط. ان شاء الله النهارده ونصعد باذن الله. منتخب كرة اليد والحقيقة المباراة الأولى عمل مباراة جيدة جدا، المباراة الثانية أمام بطل العالم لما تتغلب بفرق 3 أو 4 أعتقد برضو شيء جيد، والقادم أفضل لمنتخبنا لكرة اليد. نتائج منطقية لغاية دلوقتي، الدنمارك هو بطل العالم، كلنا عارفين هذا الكلام. إحنا في دوري المجموعات، الست فرق في المجموعة، الأربعة الأوائل بيصعدوا إلى دور الثمانية، كل ما هتصعد في مركز أفضل أول أو ثاني أو ثالث مجموعة هتلعب مع واحد بالظبط. أيوة. لان الاول بيلعب الرابع في المجموعه الثانيه، الثاني بيلعب الثالث وهكذا. احنا فرصنا دلوقتي في الوصول للمركز الثاني. يمكن مباراه النهارده مباراه من وجهه نظري سهله، مش صعبه على الاطلاق. ايوه. فرق مستويين بين مصر واليابان. ايوه. المباراه الاصعب هتكون السويد، محتاجين الفوز او التعادل على اقل تقدير عشان نطلع ثاني المجموعه ونقابل ثالث المجموعه الثانيه. عندنا فرص جيده الحقيقه للوصول لربع النهائي ثم نصف النهائي بيه. هل في وجود لاي حالات للكورونا مع البعثه المصريه ولا الدنيا ماشيه كويس حتى الان؟ كان في وجود لحاله واحده لمدرب الجودو الحقيقه الجورجي الجنسيه مدرب منتخب مصر، وده تم عزله وهو في العزل حتى الان. لا يوجد اي حالات اخرى على الاطلاق، البعثه كلها كويسه وبخير الحمد لله، وده من الحاجات اللي احنا بنحاول نحافظ عليها بقدر المستطاع. التباعد، الماسكات، الكلام ده كله عشان اللي هيجي له كورونا الحقيقه هتروح عليه الاولمبياد بالكامل. هتروح عليه الاولمبياد بالكامل. يعني نتمنى لكم يا رب كل التوفيق، وانا بشكر حضرتك مره ثانيه يا باشمهندس على وجودك معانا، وان احنا صحينا حضرتك الساعه 5:30 الفجر في اليابان، فانا بشكرك جدا على وجودك معانا. المهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنه الاولمبيه المصريه.